أنا اسمحوا لي رايح شوف أخي. إن شاء الله عدوا كملوا السهرة معنا، مو حلوة تتركوا الضيوف وتروحوا. ولا يهمك أم سليم، أصلا نحن متعودين على القعدة لحالنا، كتير أوقات رشوان بيتركنا قاعدين على السفرة وبيروح، بيكون عنده شغل. هذا إذا كان موجود بالبيت. عفوا هذا خلو. ما دام عم تشتكوا من عدم وجودي رح استقيل واقعد معكم بالبيت. لا دخيلك، خليك بمجلس الشعب تبعي. ايه انتو شو قصتكم اليوم يا شباب؟ سليم الحكيمة مريم دريد. مستحيل يعمل هيك، انت عم تفتري على ابني. طالما ما عم تصدقني وعم تقول انه انا عم بفتري عليه، خليه يثبت لنا عكس هالشي، شو رأيك؟ واذا كان هو اللي عمله فاطمة معناتها بيجي بوقف قدامي بيعتذر على الاقل، مشان على القليل يصلح غلطته ويتزوج فاطمة. انت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعت. شو عم يصير؟ مو صاير شي، بس هالمرة مخترعة قصة غريبة وجاي لتنصب علينا. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ ما في غير حل واحد انه نهرب من هون. بابا لساته عم يحكي مع المرة اللي اجت من شوي. والله انا قلت لك اللي عندي والباقي عليكم انتو، بنصحكم ما تطنشونا. فاطمة بلشت تصحى واذا حكت رح تندموا، وساعتها ما بعود فيني ساعدكم. وقفي وقفي، استني استني. ايه اذكر الضيب وهي القضيب. لك انت شو عامل؟ ها؟ مزبوط اللي قالته هالمرة؟ لا مو مزبوط. لسه ما عرفت شو حكت. ليك ليك شو ملاقي مطرح مو ملاقينا للبنت؟ حكي مزبوط ما؟ ما تحكي يا حقير. اخي انت شلون بتعمل هيك يا غبي يا حيوان؟ سليم شو عم بيصير؟ ما في شيء، انت سبيني وانا لاحق. فهمني شو صاير. تعي مرام تعي. شوفي عمو رشاد كلفه لسليم بشغله وسليم نسي يعملها، لهيك هو عصب عليه. اخي هلا شو بدها تحكي مرام؟ لك شو صار لحتى يضربوا لابنه سليم؟ لك هو هيك طبعه لعمي، لما بيعصب ما بيعود يعرف حدا لا صغير ولا كبير. ابنه صار رجال، ليش لحتى يضربه؟ مرام لا تحكي شي من اللي صار لأبوكي، رح تنحل القصة وكأنه ما صار شي. إذا أهلي دريوا بيجوز يبطلوا يحكوا معه أصلا، هذا ابنه ليش مرام يضربه؟ مرام بتنشاكي، انتي روحي عدي مع أهلك ونحن بنلحقكم وما نتأخر. روحي طمني أهلك يلا. أصلا أنا ما كنت لحالي، عثمان كان معي ومراد وكريم كمان. سليم؟ عثمان عطانا حب أبي. انت شو عم تحكي؟ اعترف لابي انك كنت معي لما عملنا هالعملة. خلاص بقى شو شنيت؟ يلا اعترف بكل شيء. شو بدك اعترف؟ خلاص ولا بيتنا؟ مو انت اللي اعطيتنا الحب وقتها؟ يلا اعترف قول الحقيقة اعترف. عقاب هاي الجريمة ضعف 4 مرات. يلا احكي احكي. شو بدي احكي؟